وقت طويل ما تواصلنا معكم، ربما لظروف معينة، إلا أننا اليوم ارتئينا أننا نناقش معكم هذه الثلاثة ديال المواضيع، ونحاول أننا نعطيو ارتساماتنا من خلال يعني كل ما شفناه يعني كيدور في الواقع والساحة الإعلامية في المغرب. إذا أول حاجة كنبغي نهنئ الصحفي شرس مدير موقع بديل حميد المهداوي اللي قضى مدة 3 سنوات بالسجن تيفلت جوج البارحة على مستوى 12 منتصف الليل. استقبلوا مجموعة يعني من الصحفيين والصحفيات ومناضلين في جمعية الدفاع، وكذلك يعني أزروا محاميين. إذا احنا سعداء بخروج حميد المهداوي، احنا سعداء بمعانقة حميد المهداوي الحرية. وكما كتعرفوا 3 سنين راه ما سهلش، العائلة ديالو تكبدات العناء ديال معاناة 3 سنوات هو من داخل الأسوار ديال السجن وهي خارج الأسوار. إذا من هذا المنبر كنشكرو كذلك يعني بشرى الزوجة ديالو اللي بينات فعلا يعني الصمود ديالها والكفاح ديالها من أجل أنها تحاول تعطيه دفعة قوية، كذلك يعني الصمود ديال الأبناء ديالو للبنت ديالو يعني حصلت على معدل يعني في هذا الموسم الدراسي مشرف. وكذلك ما نساوش انه اتمم دراسته يعني من داخل اسوار السجن ونال واحد الشهادة عليا. اذا تحية لك سي حميد المهداوي، ومرحبا بك في الساحة الاعلامية من جديد، وشرف لنا اننا من هذا المنبر نقدموا آلاف التحايا ليك والعائلة ديالك وكافة المؤازرين اللي بقاو معاك واستمروا في هذه المهنة إلى وقت يعني الخروج ديالك.